السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية إن شاء الله. اليوم إن شاء الله كما كتشوفوا غادي نقدم معكم قريشلات تقليديين بلديين، تيجيو مقطنين رطبين هشاشين، يعني بوصفة سهلة وبسيطة. نتمنى أنكم تتبعوا معي الفيديو إلى الأخير، وما تنسوش اللايك للفيديو وبارتاج مع العائله والاصدقاء. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو نص كيلو ديال الدقيق، بيضه وحده، شويه ديال الملحه، نحتاجو معلقه ديال النافع، تقريبا 3 ديال المعالق او 4 ديال الزنجلان، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر سنيده اولا السكر حبيبات، ونص كاس ديال الحليب، معلقه كبيره ديال الزبده، وواحد الصاشيه ديال الخميره ديال الحلوه. اول حاجه غادي نبها غادي ناخذ كسرونه، انا نسيت هنا ما نزلتش الماء زهر حتى هو غادي نستعملوه. غادي ناخذ كاسرونه غندير فيها داك نص كاس ديال الحليب مع نص كاس ديال السكر سنيده، وغادي نديرهم فوق النار حتى يسخن ليا الحليب وتذوب فيه سنيده وانا كنحرك مره مره حتى تذوب، عاد باش نخلط معاه المقادير الاخرى. ندوزو باش نخلطو النواشف اللي عندنا. عندنا كما قلت لكم نص كيلو ديال الدقيق، غادي نديرو فيه النافع، معلقه ديال النافع، معلقة 3 ديال المعالق ديال الزنجلان، ما بين 3 حتى 4 على حسب الذوق. غنستعمل معلقة كبيرة ديال الخميرة، خميرة فورية. غادي ندير شوية ديال الملحة، الملح كنديرو شوية بزايد، يعني ماشي يكون قليلة غير قبيصة، لا كنديرو شوية بزايد. و غادي نضيف داك الساشي ديال الخميرة ديال الحلوة من وزن 8 غرام، ثم غادي نخلط هاد العناصر، هادي العناصر الجافه كامله غادي نخلطها، وما ننساش نحرك داك الحليب مع السكر سنيده وهو كيدوب. من بعد ما داب داك السكر في وسط الحليب كما كتشوفوا، فغادي نضيف عليه وهو سخون مباشره من بعد ما حيتو فوق النار، ما خليناش تغلى هنا راه غير سخون. غادي نضيف عليه معلقه كبيره ديال الزبده تكون عامره ديال الزبده، وغادي نذوبها مزيان في هذاك الحليب. غنبدا نحرك بالملعقه بسرعه حتى تذوب لينا في السخونيه ديال الحليب. من بعد ما تذوب شويه فغادي نضيف لها الزيت والماء زهر. هنايا الماء زهر استعملت تقريبا ما بين الربع حتى الثلث ديال الكاس. من بعد ما ذابت الزبده في مع الحليب غادي نضيف ليها الزيت، وغادي نضيف الماء زهر فوق منها، يعني في نفس الكاسرونه. غادي نحركهم وغادي ندوز باش نخلط العجين. غادي نضيف البيضه لهذاك الدقيق اللي خلطنا مع باقي المقادير اللي ناشفه، غادي نحركها شويه. من بعد ما خلطت شويه هذيك البيضه مع الدقيق وباقي المقادير، فغادي نضيف الخليط اللي درنا في الكاسرونه، يعني ديال الحليب والسكر والزيت والماء زهر والزبده، داك الخليط كامل كنخلط به هاد العجين هذا، كنحاول نجمعو به، وكنكمل بشويه ديال الماء دافي. الماء ما يكونش سخون بزاف، يكون يعني دافي عادي. غادي نكمل به العجن ديال العجينه ديالي تنتحصلوا على عجينه تكون معتدله في الليونه، يعني تكون لينه نوعا ما، ما تكونش قاصحه وما تكونش رطبه بزاف. وغادي نحاول نعجنها شويه، ونبدا نضيف ليها رشيشه ديال الماء، وانا كنحاول نعجنها وندلكها واحد تقريبا واحد خمسة ديال الدقائق كافيه، يعني ماشي باش غنعجنوها كامله، يعني ماشي غادي ناخذوا فيها واحد الوقت طويل وحنا كنعجنوا. ما حاولوا ما تجريوش العجينه من الاول باش ما تبقاش تلصق ليكم، من الاحسن انها تكون شويه يعني شاده راسها، وتضيفوا لها الماء بشويه بشويه، يعني واحد جوج رشات اولا ثلاثه ديال الماء راه كافيين. صافي، من بعد ما عجنتها كما كتشوفوا راه لينه نوعا ما. غادي ناخذ هنايا واحد الاناء، انا خديت هنايا ديال الاينوكس، ممكن تستعملوا ديال الدجاج، كندهنوا بشويه ديال الزيت، وغندهن يديا بالزيت، وغنجمع العجينه حتى هي ندهنها من يعني من الجوانب ديالها كامله بشويه ديال الزيت. لانها شويه كتلصق في اليدين، ضروري اننا ندهنوا يدينا مزيان. صافي، غادي نديرها في هذا الاناء اللي قلت لكم، غنديرها فيه
ندهنوا الوجه ديالها بشويه ديال الزيت، وغادي نغطيها بلو فيلم اليمونتير بالسلوفان، يعني غادي نغطيوها من الوجه ديالها بهذا بالسلوفان باش ما يدوز ليها الهواء وباش تخمر لينا بسرعه. وانا غادي ندير لها واحد لاستيوس باش تخمر ليا بسرعه اكثر، لان دابا الجو بارد بحال هاد العجينات هادو ما كيخمروش دغيا، خاصه ديال القراشل. يا اما غادي تدفيو الفران تسخنوه غير شويه وتطفيوه وتدخلوا ليه العجين ديالكم، يا اما غادي ديروا ليه هاد يعني الطريقه اللي كندير انا، ان غادي تاخذوا كسرونه ديروا فيها شويه ديال الماء وتسخنوه غير شويه، تكون السخونيه ديالو معتدله، يعني الا درنا يدينا ما كنتحرقوش، تكون كتطلع شويه ديال البخار، وديروا فوق منها هذاك الاناء وتغطيو بمنديل وتخليه تقريبا واحد المده قصيره، راه دغيا تيخمر. هنا من بعد ما خمرت ليا العجينه المره الاولى كما شفتوا راها خمرات في واحد الوقت قصير، دغيا خمرت ليا، فندهن يدي بشويه ديال الزيت وغادي نحاول نحيد منها الغازات اللي فيها، يعني تنديغازي شي شويه ديك العجين، كنعاود بحال كنحركها باش كتجمع العجينه، وغادي نعاود نغطيها ونخليها تخمر للمره الثانيه. كنرجع لها نفس الكاسرونه، ما سخنتها حتى شي حاجه لانها باقا شاده السخونيه، رجعتها ليها فدغيا واحد 10 ديال الدقائق كانت خمرت ليا المره الثانيه كما كتشوفوا. غادي ناخذ شويه ديال الزيت وغادي نحاول نشكل منها، من هاد العجينه هادي نشكل منها اكويرات، القياس اللي بغيتو يكونوا متوسطين او لا صغار، القياس اللي كتفضلوه ديروه، انا درتهم هنايا متوسطين ماشي كبارين بزاف وماشي صغار. غادي نستمر فحال هكا تنكمل العجينه اللي عندي كامله. من بعد ما ساليت فخديت هنايا شويه ديال الشوكولاط، غادي نديرو في بعض الكرات ديال العجين، غندير فيهم شويه ديال الشوكولاط وغادي نعاود نجمعهم، انكم عارفين الدراري الصغار تيبغيو شويه الشوكولاط من يعني فوسط من فوسط القريشلات اولا فوسط البريوش، فخديت غير واحد الكميه هنا واحد 4 اولا 5 درت فيهم شويه ديال الشوكولاط، وغادي نعاود نجمعهم بنفس الطريقه كما شفتوا، يعني غير كنحلها شويه كندير فيها الشوكولاط وكنعاود نجمعها. من بعد فغادي ناخذ نجيب صفيحه ديال الفرن وغادي ندهنها بالزيت، وغادي نحاول نبسط فيها شويه هذوك القريشلات ديالي، غادي نقرصهم غير شي شويه ماشي بزاف، ما يجوش هابطين بزاف، ونحطوهم متباعدين في الصينيه ديال اللي كتدخل الفران. غنقرصهم كاملين يعني حتى اللي فيهم الشوكولاط حتى هما باش ما يبقاوش منفوخين بزاف بومبين. بعد ما ساليت فغادي نغطيهم، اما غدفيو الفران وتعاودوا تسخنوه وتردوه ليهم، واما غير كغديروا في حالي انا غطيتهم هنايا ببلاستيك وغطيتهم بمنديل وخليتهم راه دغيا خمروا. من بعد ما خمروا فغادي ندهنوهم. هنا خديت بيضه وغادي نضيف عليها نص معلقه صغيره ديال السكر سنيده اولا سكر حبيبات، وغنضيف واحد المعلقه ديال الحليب، غادي نخلط جيدا وغادي ندهن الوجه ديال هاد القريشلات هادو، غندهنهم جيدا من الجوانب كاملين. نتوما عارفين الشكل العادي ديال القراشل، يعني كندهنهم بالبيض وكنرشوا عليهم بالزنجلان، فنفس الشيء اللي غادي ندير فهاد الاثناء. راني دايره الفران تيسخن، الحراره ديالو تكون متوسطه، ما يكونش عالي الحراره ديالو ولكن يكون سخون من قبل، يعني ما ندخلوهمش الفران بارد، يسخن مزيان عاد ندخلوهم حتى يتحمروا لينا مزيان، يعني نخليوهم الفوق حتى نشوفوا انهم طابوا وبداو تيتحمروا من الجوانب ديالهم، نهبطوهم النار تكون في الوجه ديالهم يتحمروا غير شويه، يعني ما نساوهمش لانه ملي كانوا طابوا الفوق غير كتهبطيهم ما تغفليش عليهم راه دغيا كيتحمروا، ونخرجوهم ونقدموهم ان شاء الله تشوفوهم في الشكل النهائي. ها نتوما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما خرجتهم من الفران وتحمروا طابوا، فكيجيو رطبين ومقطعين.
طنين هنايا راح تبردوا شويه، عاد يعني عاد حيدتهم باش نوري لكم الشكل ديالو. كما كتشوفوا فتيجيو رائعين، تيجيو مقطنين محمرين خفاف هشاشين، يعني تيجيو زوينين. هنايا انا قسمت لكم وحده، هذه فيها شويه ديال الشوكولاته من الداخل. حاولوا تطبقوا الوصفه بجميع يعني لي زاستيس اللي عطيتكم، ان شاء الله غادي تنجح معكم. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. الا عجبتكم ما تنساوش تخليوا لي لايك للفيديو وتبارطاجيوه مع العائله والاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.